السلام عليكم فاميلي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم جمال الفا. ايها الطيبون والطيبات، قبل ما نبدا الفيديو اسمحوا لنا على التاخير. كانت عندنا واحد حاله وفاه ديال العم ديالي. الناس اللي متبعيني في الانستغرام تيشوفوا ستوريات، الناس اللي متبعين كذلك الحساب الخاص بيا فيسبوك عارفين شنو كاين. كنشكركم كاملين على الدعم ديالكم في هذه المده اللي داس. كانت واحد ليا بشويه قاصحه من بعد المرض ديال الوفاه. المهم، مرحبا بكم في قناه جمال الفا، احسن قناه الحمد لله. اليوم عندنا واحد المراجعه ديال واحد الساعه وصلتني من موقع بانغوت، سميتها لينو ايويت. واحد الساعه غادي نقوم دابا بالمراجعه ديالها. زوينه، شفت انا المراجعات ديالها عجبوني. المهم غندير لكم مراجعه وقبلوا عليا. المهم كما كتشوفوا الساعه كتوصلنا في هذه العلبه هذه. وصلنا هكا هادو الاكواد كيفاش باش تانستالي واحد لابليكاسيون غادي نهضروا عليها نيت. كتفتحها بحال هكا، كتوصلك بهذا الشكل هذا. المهم كيوصلك مع الكتيب اللي اغلب المغاربه ما كيستعملوش. المهم فيه شي معلومات كاين هنا بالشينويه وهنا بالانجليزيه، المهم غادي ينفعكم. المهم نحيدو هادشي كامل. هنا كما قلنا كيوصل مع هذا شارجور، تقدر تلصقو مع لوبينادور، تقدر تلصقو مع البريز. اللي زوينه فيه انه بالزربه كيلصق هنا فاش كتشارجا. عجبني الديزاين ديالها، عندها واحد الشكل هنا هادي هنايا عندها كتلصق هنا بالزربة، زوينة بزاف. هنا دايرين لك واحد اللعيبة باش كتصل بالجسم ديالك وداك التخربيق ديالو ما فهمتش انا مزيان. هذا تديرو غير هكا تيلصق بالزربة. المهم كتوضعها بحال ما هكا في اليد ديالك. الزوينة انها مقاومة للماء، تقدر تعوم بها يعني ما يوقع ليها والو. دير بها الرياضة، وهذا هو اصلا ماشي هي خارجة غير باش دير بها اصلا الرياضة. المهم كتخدم ليا غير بالبصمة بالطريقة هادي، كنتمنى تكون بعيدة في الكاميرا. هادو كتحسب لك الخطوات اللي تمشيتي، هنا المسافة اللي ضربتي، هنا السعرات الحرارية شحال حرقتي، هنا دقات القلب، الضغط ديال الدم، وهنا باش كطفيها. المهم نمشيو حنا للتطبيق باش هي مزيانه. التطبيق هذا كيعاونك بزاف. التطبيق هذا تقدر تانستاليه، سميتو دغوا هيلت، وهذا غادي يفتحو قدامكم هكا. باش كتفعلها يعني ما خاصك تكون اكتيفي البلوتوث باش يخدم لك هو. المهم نمشيو حنا البرانسيبال. مثلا نديرو حنا دقات ديال القلب. الدقات ديال القلب كتكليكي هنا، كتكليكي هنايا ميزور جيلي وكتخلي. وكيف ما كتلاحظوا الساعه كتبين لك بلي راه يعني خدامه، كتحسب لك دقات القلب. الحمد لله قبيله حسبت لقيت راسي بدا شويه بلا. مزيان 74 يعني مزيان. هنا شوفوا الضغط ديال الدم كما كتشوفوا هنا، هي طلعت لنا كذلك في الساعه اللي راه كتحسب. ومزيانه كذلك يعني الا صونا عليك شي واحد، غادي نقوم بالتجربه. الا صونا عليك شي واحد، الا كان التليفون ديالك مثلا بعيد يعني او التليفون ديالك داير ليه فيبر ولا شي حاجه، كتوصلك باللي راه جاتك مكالمه اولا جاك ميساج في الواتساب اولا جاك اس ام اس. حتى ملي نوتيفيكاسيون جربتها طلعت ليا. كذلك هنايا اون تيغا دورمير كيدير لك واحد بحال الغابيل يعني معيش خاصك تنعس معيش خاصك تفيق، كيحسب لك السعرات الحراريه شحال حرقتي. المهم حنا نجربو ملي كيوصلك شي اتصال، ملي كيوصلك اتصال مثلا غنجرب في الهاتف ديال الوالده ديالي.
شوفوا واش غادي يطلع هنا. شوفوا هاي تطلع هنايا، نتمنى انها تكون باينه. الوليدة هاي طالعة مزيان، وهاي في التليفون هاي طالعة حبيبة ديالي. المهم نجربو نشوفو نصيفطو شي رسالة. رسالة مثلا نكتبو لاباس طاقة. شوفو واش غادي يوصلنا الرسالة هنا. وصلت في التليفون وهنا هي وصلت، تطلع لنا هنايا مثلا بلا وصلات الوالدة لاباس. المهم هذه هي الساعة ديالنا، فيها بزاف ديال الحوايج، يعني ما غاديش يكفينا فيديو باش نقولوا كل شيء. كتحسب لك شحال ديال الطريق ضربتي، كتفكرك يعني راه وصل واحد الوقت ديال الراحة، كتوريك يعني تعطيك واحد زانفورماسيون باللي فين كنت دابا. كدير لك واحد سليب تيست، هذا بحال واحد الالارم تبقى تفيقك يعني باش تنوض بلي هذا راه وقت ديال الاخر باش تنوض فيه. نوض كاع مابقاش عاطيها الناس. كاين الضغط ديال الدم، دقات القلب تيتحسبهم ليك، يعني زوينة وفيها بزاف ديال الالوان، بزاف ديال الالوان اللي تيكونوا فيها. تقدروا تلقاو اللون الذهبي، اللون الاحمر، اللون الخضر، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم هو هذا من عند الله. كلشي تيقول لي جمال عزيز، علاش عزيز عليك الكحل والاحمر؟ تيعجبوني انا شرير، انا ما كنسواش، انا خايب، انا عزيز عليا الكحل والاحمر. الكحل والاحمر شي حاجه زوينه. المهم هذه غادي تعاونني بزاف مع بديت عاوتاني كنعمرت من بعد داك كنا درنا داك ديتوكس، تتفشينا ولينا عاطينا على الراحه والماكله والشوكولات. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما راح حطيت لكم رابط المنتوج اسفل الفيديو، ان شاء الله غادي تكون مراجعات مستقبليه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، انا قلت عاوتاني جوج مرات، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك في القناه، كنحطوا فيديوهات كل نهار. احنا رجعنا الحمد لله، تلقاو فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.